فيلمنا بيبدأ مع الدكتور شيبرد وهو بيتكلم في اجتماع شركة جينيسيس الفضائية، وهو بيعلن عن إمكانية الحياة على كوكب المريخ، وإن تم اختيار 6 رواد لأول بعثة للمريخ والعيش عليه، وإنهم هيقضوا 4 سنين على المريخ لدراسة الحياة عليه بقيادة الرائدة سارة إليوت. وبتبدأ الرحلة وبتنطلق المركبة الفضائية المتجهة للمريخ لإنشاء حياة على الكوكب. وبعد 2 شهر وفي خلال رحلتهم للمريخ بتبدأ سارة تتعب ويبان عليها أعراض الحمل، لحد ما بيوصل الخبر للدكتور شيبرد وبيأجلوا قرار إلغاء الرحلة لحد ما سارة تولد، وإن القرار هيتساب ليها لأن إهمالها هو سبب حملها، لحد ما بيوصلوا المريخ وبيستقروا عليه، وبتولد سارة ابنها على كوكب المريخ وبيتولد بصحة كويسة عكس التوقعات كلها، لحد ما بيحصل لسارة انخفاض في معدلات ضربات القلب وبتتعرض لسكتة قلبية وبتموت بعد ولادة ابنها. وبيتم اجتماع في مقر شركة جينيسيس الفضائية لمناقشة طريقة التعامل مع الطفل، وتوصلوا ان قلة الجاذبية على المريخ وعلى المركبة الفضائية الموجودة على الكوكب هتؤدي لتغيير الاعضاء الداخلية للطفل، وان القلب مش هيبقى قادر على ضخ الدم بالطريقة السليمة لو نزل الطفل على الارض بسبب الجاذبية المختلفة، وممكن الطفل يموت لو رجع للارض. وبيقترح دكتور شيبرد انه يروح في رحلة استكشافية للمريخ للتأكد من صحة واحوال الطفل، ولكن مجلس الشركة بيرفض سفره بسبب انه بيعاني من اضطراب خلقي في الدماغ وانه هيتطور ويزيد لو سافر الفضاء وممكن يؤدي لوفاته. وبيقرروا انهم يخلوا ولادة الطفل سر، وإلا هتتعرض الشركة لخسارة كبيرة، وان البعثة تفضل دايما على المريخ مش 4 سنين بس. وبعد 16 سنة على كوكب المريخ بيكبر جاردنر إليوت على محطة الفضاء في كوكب المريخ، وبتكون مسؤول عنه الرائدة اللي بتهتم بيه وبتخليه يساعد في إصلاحات المركبة الفضائية. وبيجيله رسالة من صاحبته تولسا من كوكب الأرض، وبتكلمه من خلال حصتها في المدرسة اللي بتقوله إن المدرسة مملة جدا وإن هي بتكرهها وإنها ناوية تنتقل بعد ما تتم 18 سنة. وبيكون جاردنر مش قايل لها إنه ساكن في المريخ، هو قايل لها إنه ساكن في مكان بعيد عنها وإنه بيعاني من نقص في تكوين العظام، وده السبب اللي بيخليه ما يقدرش يطلع برا البيت. وبتقفل معاه عشان حصتها خلصت وبتقوله انها تتصل بيه بعدين. وبيروح لقبر والدته سارة وبيسوق بسرعة وهو راجع، وبتتقلب عربيته ولكن كاندرا بتلحقه وبتقدر تعدل العربية وبتلحق أنبوب الأكسجين بتاعه وبترجعه للمحطة، وتتخانق معاه بسبب تهوره، وبتعرف انه قدر يخرج من المحطة عن طريق الشريحة المغناطيسية اللي متركبة عند قلبه لمراقبة أعضائه. فبتقرر انها تكلم دكتور توم ودكتور شيبرد عشان تقنعهم ان الطفل لازم ينزل الأرض، وان ناسا مترددة بخصوص الموضوع ده، وان كل اللي محتاجينه هو موافقة دكتور شيبرد، وبيوافق على نزوله الأرض مع ان ده فيه خطر على حياته. وبتوصله كاندرا الخبر وبيستعد لعملية وضع قطع مجهرية في كل جسمه لتقوية كثافة عظامه. وبتبدأ رحلة رجوعهم للأرض، وبيتكلم جاردنر عن والده وإنه هيحاول يدور عليه. وبيوصلوا للأرض وبينزل لأول مرة جاردنر على الأرض وبيحس بتقل جامد في جسمه بسبب الجاذبية، وبيعرف جاردنر إنه مش هيقدر يخرج بره غرفة العزل، فبيحاول إنه يهرب وبيسرق لبس من خزنة لبس عامل، وبيقدر يفتح البوابة بالشريحة المغناطيسية اللي على قلبه لمراقبة عملياته الحيوية، وبيستخبى في عربية نقل وبيخرج من الشركة. وبينزل جاردنر من العربية وبيبدأ انه يواجه الظروف لوحده، وبيركب وبيتجه ناحية تولسا، وبتكون كاندرا عارفة انه اكيد هيروح ناحيتها لانها الشخص الوحيد اللي هو يعرفه على الارض، فبيجيبوا عنوانها وبيتحركوا عليها، وبيكون جاردنر وصل لمدرستها وبيدخل يدور عليها بلبسه الغريب. واول ما بتشوف تولسا بتضربه بالقلم لانها اتخضت عليه لانه اختفى ل7 شهور من غير ولا رساله منه، وبيحاول انه يصالحها وبتقوله انها عندها حصه دلوقتي. وبتخلص الحصه وبتاخده لبيتها، ولكن شيبرد وكندرا مستنين هناك وبيحاول انهم يقنعوه عشان يرجع معاهم، فبيقول لهم انه هيدور على والده وبيهرب منهم. وبتقدر تولسا انها تخترق نظام عربيه وتسرقها، وبتساله عن مين اللي كان بيطارده، وبيقول لها انه دكتور شيبرد المسؤول عن رحله المريخ اللي كان فيها ومعاه كندرا اللي ربته وكان عايش معاها على المريخ. ولكن تولسا بتفتكره انه بيكذب عليها وبتقول انها بتكره الكذب وانه بيقول لها كلام مش منطقي ومفيش حد عايش على المريخ، لكنه بيقول لها ان كله كلامه حقيقي حتى لو هي ما صدقتوش، وانه مصمم يدور على والده حتى لو هي قررت انها هتمشي وتسيبه. ولكنها بتساعده وبيدخلوا مطعم وبيدوروا على جهاز يسرقوه عشان يدوروا من عليه على اي معلومات عن سارة وجوزها، وبيطلع جاردنر خاتم والدته اللي خده من صندوقها اللي في المحطة الفضائية، وبيلاقي عليه معلومات بتدل ان سارة امه اتجوزت في اريزونا، وبيقرروا انهم هيتحركوا على هناك وبيهربوا قبل ما البوليس يدخل المطعم. وبيجي لهم مكالمة من الدكتورة المسؤولة عن مراقبة صحة جاردنر، وبتقول لهم ان بدأ يظهر قصور بسيط في عضلة القلب، وان لو استمر بعيد ممكن يتعرض لسكتة قلبية ويموت لان جسمه مش متعود على الاجواء الحالية ولا على الجاذبية الارضية، وانهم لازم يلاقوه بسرعة. وبيجي عليهم الليل وبيقضوا الليلة سوا، وبيطلع عليهم الصبح وبيلاقوا واحدة بتقول لهم انهم في ملكية خاصة وان مكان السياح على بعد 15 ميل،
وبيتأكدوا منها ان المكان اللي والدتهم اتجوزت فيه هناك وبيدلهم، وبيوصلوا لشامن صاحب مكتب الزواج اللي والدته اتجوزت فيه وبيسألوه ان كان عنده اي سجلات يقدروا يعرفوا منها اسم والده، وبيدور باسم سارة إليوت وبيلاقي ان العنوان بس هو اللي مكتوب فيه، وبيقوله ان الخاتم اللي معاك نصه التاني مع والدك. فبتدور تولسا على العنوان وبتقدر انها تحدد مكانه في كاليفورنيا، ومرة واحدة بيكتشف جاردنر انه بينزف دم وما بيفهمش السبب وبيحاول انه يداري تعبه، ولكن من كتر الاماكن والانوار اللي حواليه بيبدأ يتعب زيادة وبيغمى عليه وبتوديه تولسا للمستشفى، وبيتعمل له أشعة وبيلاقوا فعلا ان قلبه متضخم جدا وان حياته في خطر، وبتكلمه تولسا وبتقوله انها ناوية تدور على ابوه وتقوله قد ايه هو بيحبه، ولكن جاردنر بيفوق وبيقول لها انه هيجي معاها وانه مهما كان عايز يقعد في الارض فالارض مش عايزاه، وبتساعده تولسا وبيهربوا من المستشفى وبيسرقوا عربيه وبيستخدموا الكريدت كارد اللي فيها، وده اللي بيساعد الشرطه وشيبرد انهم يعرفوا اتجاههم لكاليفورنيا، لحد ما بيوصلوا للمكان اللي بيدوروا عليه وبينزلوا من العربيه وبيتجهوا ناحيه البيت، وبيقابلوا الراجل اللي في الصوره وبيقول له جاردنر انه ابن ساره وانها ماتت وهي بتولده وانه اتولد على مركبه فضائيه، ولكن الراجل بيتضايق وبيقول لهم انا ما اعرفكمش وانا هبلغ البوليس، وبتتخانق مع تولسا وبتقول ان جاردنر حاول بكل الاشكال انه يجي له ويشوفه ومش لازم يبقى قليل الذوق معاه ومش مطلوب منه حاجه، لحد ما بيقول لها الراجل ان البيت ده بتاعه هو وساره وان والدهم سابه ليهم لانه اخو ساره مش جوزها وانها كانت عايشه معاه، وبتلف تولسا عشان تفهم جاردنر لكنها ما بتلاقيهوش، وبتدور عليه وبتلاقيه رايح ناحيه البحر وبتجري عليه وبيقول لها انه ما اختارش المكان اللي اتولد فيه ولكنه يقدر يختار المكان اللي يموت فيه، وانه عايز يموت في المكان اللي كانت بتحب والدته وانه وقته خلص على الارض، وبيغمى عليه في البحر وبتحاول تولسا انها تنقذه لحد ما بيجي دكتور شيبرد وبينقذه من الموت، وبيفوق جاردنر وبيسال شيبرد عن والدته وصفاتها وبيقول له انها كانت جميله وطيبه وقويه وانه كان بيحبها، وبيبص له جاردنر وبيقول انه هو والده وانه كان متاكد انه هيلاقيه، وبيتم نقله بسرعه لشركه جينيسيس الفضائيه وبيركبوا المركبه وبيحاولوا انهم يرتفعوا بيها بقدر الامكان عشان يخرجوا من الجاذبيه، لكن قائد المركبه بيرفض لان ده بيخالف القوانين، وبيحاول شيبرد انه هو اللي يسوق المركبه على مسؤوليته الشخصيه، وبيحاول انه يتحكم في المركبه للخروج بيها من الجاذبيه وبينجح فعلا، وبتتحسن حاله جاردنر وبيرجعوا الارض وبيتجهز لرحله المريخ، وبيودع كاندرا وبيقول لها انها افضل ام في حياته وبيتحرك على الصاروخ، وبيودع تولسا وبيقول لها انها جميله جدا، وبيسافر جاردنر وبيروح مع والده دكتور شيبرد، وبتفضل تولسا على تواصل مع جاردنر على امل انها تروح له في يوم من الايام. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.